النهارده مصر 90 مليون بأقل التقديرات. تعداد السكان اللي طالع من الجهة المعنية في مصر تعداد كاذب وخطأ، وأنا بقول لهم أنتوا كذابين ومطلعين تعداد سكان غلط وكذب، لأن تعداد السكان ما كانش بيطلع إلا ما بعد ما الرئيس المخلوع يمضي عليه ويقول أيوة كده ولا لأ. والرئيس المخلوع طبعا ما كانش بيفهم، مش فاهم ان تعداد السكان مرتبط بميزانية الدولة. علشان خاطر انا اعمل ميزانية لازم يكون عندي عدد السكان صحيح 100% علشان ابني ميزانيتي على هذا التعداد. انما هو كان بيقعد يلعب في تعداد السكان زي ما يكون بيلعب بالبتاع اللي كان بيصحى الصبح يلعبها الصبح دي، مش عارف اسمها ايه، بيلعب جولف بشبلة بيه، اسمها ايه اللعبة دي؟ لا مش جولف، سكواش. كان بيصحى يلعب سكواش كل يوم الصبح، فكان متقال ان هو لما يلعب في تعداد السكان هو زي السكواش.